مرحبا بكم متابعي القناة، واهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديدة. فيديو غتكون خاصة بأرقى أثواب الصالونات المغربية. الفيديو اللي غنصوره لكم من المحل ديال خويا خليفة، أو المحل ديال أفرشات خليفة ويوسف، المحل اللي كاين في قصرية بناني في درب عمر بمدينة الدار البيضاء، المحل اللي تاهما كيديروا الإرسال في كازا وفي جميع مدن المغرب وحتى خارج المغرب، ويتكلفوا لك يعني بالثوب والخياطة ديالو والعمارة والبونج والعود، يعني يتكلفوا لك بالصالون ديالك حتى من الزربية، كل شيء من أ حتى لزد. المحل مرة أخرى اللي داير تخفيضات نهاية السنة، إن شاء الله اليوم غادي يكونوا تخفيضات زوينة، وغتعرفوا حتى الجديد ديال الطلامط المغربية، شي حاجة هماوية. المحل كي قلت لكم اللي كاين في درب عمر، غنخلي لكم إن شاء الله حتى الرقم ديال الهاتف باش تواصلوا معاه. دائما أنا اللي كنتسنى منكم غلا جيم والبارطاج، ونبداو على بركة نبداو على بركة الله دائما. ولكن قبل غادي نرحب خويا يوسف. أو خويا خليفة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الله يكبر بكم. حتى نتوما غتنضموا للقافله وغادي ديروا تخفيضات نهايه السنه دائما، ولكن غير التخفيضات ان شاء الله هذا الاسبوع، وغادي يكونوا في يعني في الصالونات الراقيه، شي حاجه زوينه يعني صالونات هماويين، تويبات روعه. كاين المطروز، كاين البروكار، فوالا. باش غادي نبداو؟ بعدا السلام عليكم ومرحبا بكم. الله يحفظك اخويا يوسف. عند اخ خليفه ويوسف، فوالا. وغنبداو معكم بهذا البروكار هذا، راه دايرين فيه الصود، راه فيه ثلاثة لي كوردوني ديالو، فوالا، يعني ثلاثة لي زارتيكل تيكونو، تيكون هذا بحال الطب. أنا غنوريكم، غنقرب لكم باش نوريكم، شوفوا الزواقة ديالو كيفاش كتجي دايرة، وباش عجبني، فيه الخدية، وفيه الوردة ديالو، فوالا، ها هي، شوفوا كيفاش كتجي دايرة، وفيه هاد لي كوردوني ديالو ري، يعني فيه ثلاثة، فيه ثلاثة لي كوردوني، عاد أنتوما دخلتي معاه، دخلوا معاه الإينياج، فهمتي، في الاكسسوار، في الرامجات، في لي بتي كوسان، درتي مع هاد البوغدو، جا هو معاه واعر، البوغدو هذا هو اللي كيخرج الطوب اصلا. شتو هانتوما كتاخذوا حتى افكار، يعني لو بوغدو هو اللي كيخرج لا كولور طوب. هذا تا هو غادي يكون فيه واحد التخفيض زوين. غير الاشاره، المحل ديال افريشات خليفه ويوسف دائما بالنسبه للاثواب كيجيبوا البرومي شوا، يعني كيجيبوا الاصليين كيف ما كنقولوا. راه كاين التقليد البنات، اي حاجه كيكون فيها التقليد ديالها، كلشي فيه التقليد، فيه الدوزيام ديالو. حنا كنحاولوا كنجيبوا سلعه مزيان، فوالا تبارك الله، شويه زايده في الثمن ولكن حاجه مزيانه بالنسبه للكاليتي، شويه في الدوغي باش يبان لكم. هانتوما شوفوا دابا الباز ديالو كيفاش، وكتشوفوا كيفاش مخدوم هو اصلا، شفتوا كيفاش كيجي داير غزال. فوالا بالنسبه للوينات ديالو، كاين غير هاد لا كولور هادي، فيه غير فيه الباج طوب، وفي واحد الباج طوب واحد اخر حتى هو بحالو، غير مختلف في الزواقه، فوالا مختلف في الزواقه. دابا تشوفوه معنا حتى هو ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله وتشوفوه مخدوم. حقاش غزال صراحة، هذا كيجي كيحمق، ودخلوا مع الدوغي، ودخلوا مع السيار، يدخلوا مع بزاف اللوينات، يدخلوا مع الدوغي كيحمق. وبالنسبة لو بري هذا شحال يبقى؟ هذا كيبقى ب 150 درهم، 150 درهم نورمالمون. شحال كان هذا؟ كان 220 درهم، كان 220 درهم. دايرين فيه الصود، ما بقاش عندنا فيه بزاف، دايرين ليه 150 درهم. دابا غادي يبقى لكم 150، فوالا. كنذكر دائما لو بروميي شوا غير جامو البارطاج. بالنسبه للمحل كيف ما قلت لكم، كاينين في قصريه بناني في درب عمر بمدينه الدار البيضاء، وان شاء الله راه في الاخر ديال الفيديو غادي نوريكم يعني الطريق ديال المحل. نكملوا معكم البنات دائما في المطروز، شوفوا معايا الخديه، ها هي، شوفوا الخديه كيفاش كتجي، كتجي مبهجه، كتجي هماويه، كتجي فنه. دابا كاين هذا الكوردوني ديال الورده، راه ماشي بحال الاخر، فوالا، هذه عامره شويه على الاخر، شتو لاباز ديال هادي، كتجي عامره، هادي طوب وهذا مفتوح شويه باج، بحال الباج، بحال الباج، باج دوغي. ها كيفاش كتجي، حنا خادمين على هذا الشكل هكا، مدخلين مع الايني دوب الفاس، مدخلين مع هذا البتي بوان ديالها اللي فيها، راه فيه تا هي جوج لي كوردوني فيه. شتو البنات، كاين هذا البتي بوان، وفيه الري ديالو، وهاد البتي بوان تا هو، وهادي الورده ديالو، ها فوالا، شفتيها كيفاش كتجي؟ شفتو، حنا كنحاولو نقصو مرة مرة الضوا باش هكاكم سيبان ليكم، حيت فغيمون يعني في ملي كتجيو المحل اللوينات كيبانو مختلفين. شوف كيفاش جات واعرة مع الفيغو، جات مع الفيغو، جات كتحمق، ديال لافي فيغو. وكاين سامبل مثلا، كاين اللي بغي سامبل في الطلامط، فوالا، ولا في هكا مثلا اللي بغا يديرها فاس، فاس مثلا، فاس سامبل، فاس زوق، ولا فاس نص نص بحال الخدية، بحال مثلا هو اللي بتي بوان ديالو، فوالا. نخدمو مثلا في الديباراج أو في الفرماجات، يا اما هذا يا اما هذا الشكل الاخر في الري ديالو. ها هو يوري عليكم هنايا، شوفوا بحال دابا هكا، دابا هادو مخدم، مخدوم دي لافي في الدوغي، مع هاد مع هاد الزواقه ديالو، مع هاد لي بومبو هنا، والهدب، لي بومبو والهدبه ديالو بحال هكا، وهنايا مدخلين معاهم فلاشينو بهذا الفيغو. ها هو البنات، شوف كيفاش كيجي داير، تيجي فريمون غزال صراحه، السامبل اللي كيدخل معاه، فوالا. ولا ملي كتبغي باش الصالون يبقى مشا يعني شارجي بزاف، كتقلبي غير لي كوسان كيولي سامبل.
فوالا هنا نوريكم حتى بالنسبه لي كالدو. بالنسبه لي كالدو هي مدخلين مع دي لافي في الدوغي وفلاشينا بالسياك بحال اللي كيقولوا. هي دابا الزواقه الاولى اللي شفنا. هذه الزواقه الاولى اللي شفتي. فوالا. هما راه قرابين لبعضياتهم مختلفين غير في لي كوردوني ديالهم. تبارك الله عليك. واو شوفوا معايا كيفاش جات. جات غزاله بحق حتى اللي كالدو ملي كديرهم دوبل فاس كيعطيو غزالين. تقلبيها كتعطيك شكل وتقلبيها كتعطيك الموديل اللي خادمين عليه حنايا بحال ما يعني بغيتي كي قلت لك ديما النظره شارجي كديري هاد الفاس، بغيتي النظره سامبل كدوري الفاس كدوري الفاس الاخر كتجي سامبل. كيجيو محطوطين هما اصلا على لا باز اللي سامبل ديال الكلامت كتكون ايني سامبل بحال مثلا كدخل لك الميطه في هاد الشكل هاك وكتحط حطها لي حدا وكتحط بحال هاك فهمتي غتبان ما يمكنش تحطوها حتى على شي حاجه اللي مشارجي ديجا مزوقه ولا تبارك الله عليك. وبالنسبه للو بري حتى هو يبقى بلو ميم بحال بحال في الثمن 150 150 درهم ولكن دي لافي جو بونس ماشي نفس الثمن. لا دي لافي 180 180 حتى عاقل على الاسميه ديالهم لي دي لافي اللوينات ديالهم كاملين كيبقاو ب 180 180 كاين هاد دي لافي وكاين دي لافي واحد اخر سي. تبارك الله كذلك كيدخل في البروكر ويدخل حتى في المطروز. كيدخل في البروكر ويدخل في المطروز هاد الاكسسوار في الاكسسوار كاملين يا اما البروكر يا اما المطروز. وانت هذا راه كان 220 ياك حتى هو كان 220 ودابا كيبقى فيه شي حاجه قليله داكشي اللي دايرين اللي حنا 150 150 درهم غير الاشاره كديروا ارسال في كازا في جميع مدن المغرب حتى خارج المغرب. وبالنسبه كي قلت لهم في الاول ديال الفيديو كتكلفوا بالثوب بالخياطه بالبونج بالعود كلشي كيتكلفوا به قلت لهم حتى الزرابي هنايا حتى اللي ما كاين اللي كتكلف التريات وداك الشيء. تبارك الله عليك يعني الصالون كامل الا كنت انت زعما ما عندكش كيفاش ديري هما يتكلفوا لك بلو صالون كامل كلشي كتهناي تعطينا غير العبارات والمسائل وكنتكلفوا بكلشي. تبارك الله على خويا يوسف خياطه بالثوب بالعماره بالعود بالبونج باي حاجه كاع بتخوي راسك بكلشي غنتكلفوا بكلشي. تبارك الله عليك نبقاو ديما في بروكر ولا نديروا بروكر مطروز اللي عجبك نديرو نديرو بروكر مطروز. بقاو معايا حتى هاد الثوب هذا اللي كنصوت به الصالون ديالي حتى هو غيكون فيه واحد التخفيض بقاو معايا. كملوا معاكم البنات كيف ما قلت لكم هذا هو الثوب اللي كنصوت به يعني الصالون ديالي مؤخرا. شوفوا معايا اللي عجبني الصفر اللي دخلته معاه هذا الجديد. هذا الجديد ديال ديال الاكسسوار اللي في الرماجات فوالا هذا الجديد كيستعملوا غير في ليزاكسسوار هذا كيبان طروات ديف لايني شتي كيفاش داير. شوفوا البنات وغير الاشاره راه كيبان بحال الكوير كيبان بحال الجلد بحال الكوير بحال اف اس بون بحال كيجي كيحمق كيدخل في الفلاشات في واللي عجبني ياك جا انت اللون تماما ديال الزواقه. شوف ها انتم شوفوا كيفاش كيجي ديال حيت هذا بحال انفير جون نفس القضيه هنا انفير جون شفتوا تيجي كيحمق كيدخلوا معايا دابا كاين هذا هو اللي خدمت به انا السيال هذا هو اللي خدمت به في الاول تماما هو اللي خدمت به حتى هذا كندخلوه معاه هو كيجي زوين كيجي غزال تقدر دير لي كوسان دوبل فاس تماما ولا نص نص ولا بحال كي درت دابا انايا خديت ربع بدلت غير ربعات الخديات كيولي عندك بحال عندك جوج صالونات وباش حيت عجبني الصفيفر دخلت هاد الصفيفر هذا واحد الشكل زوين جا رائع سورتو واحد الارضيه في البيج. بالنسبه لهذا حتى هو راه فيه لوينات ياك هذا فيه اللوان ديالو كامل فيه الخضر وفيه البيج وفيه فيه البلو فوالا انا وري هذا هو البيج اللي كتشوفوا معايا هذا هو الزرق ياك اللي مخيط هذا هو اللي مخيط هو الزرق. شوفوا معايا ازرق ملكي اللي ممكن تهز غير هذا الخد اخويا يوسف شوفوا معايا هذا هو الزرق شوف كيفاش كيجي داير فيه ديري هنا الزواقات كاملين باش يبان لكم هذه الزواقه الاولى ندخل مع الاونيات الزواقه الثانيه ها انتوما والاونيات وديما المخدات كيجيو دوبل فاس دوبل فاس دائما الخدادي دوبل فاس تبارك الله عليك. دابا هذا اللون الثاني شي هذا اللون الثاني وراه دايرين وها الخضر ديال الملكي ديالو شوف كيفاش كيجي داير وداير مع داك لو بيج دوغي في الاوني تيجي يا سلام مع الباج كاين اللي كيبغي لاباز ديال الطلامط في هذا اللون هذا وكاين اللي كيبغي لاباز ديالو في الخضر ديالو اللي كيبقى في الخضر ديالو هنايا على حساب الادوار كتختلف لا هذا زوين كيخرجوا هذا كندخلوا دابا كاين في لي بتي كوسان في لي كالدو وكيف قلت لك كاين اللي كيبغي لاباز في الخضر بحال ما هكا وكاين اللي كيبغي لاباز تكون في هذا اللون بحال ما هكا في هذا الباج مثلا كيدخلوا ديبارات في هذا اولا الفرماجات وسميتو كندخلوا لاباز ديال الطلامط من هذا الايني هذا زعما تبارك الله يعني كل صاش في كاين افكار كثيره كيفاش تخدم الصالون كاين بزاف الافكار تبارك الله عليك. هذا بالنسبه للون الثالث باقي فيه شي لون اخر باقي فيه فيه غير ثلاثه الوان كان فيه الغوز والغوز ما بقاش فوالا تبارك الله عليك. وبالنسبه لو بري ديك الثمن ديالو كنا كنبيعوه ب 280 درهم دابا بقات عندنا واحد الكميه قليله اللي فيه اللي 250 هي الفرصه 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 من 280 اللي باقا فيه 250 250 درهم تبارك الله ثمن مزيان اللي باقي دابا كاين كيبيعوه ب 280 حنا ما بقاش عندنا فيه بزاف يعني ما يتقلقوش منكم الناس اللي باقيين كيبيعوا ب 280 عندهم كميه محدوده غادي يديروا ليه 250 درهم وباقيين فيه ثلاثه ديال اللوينات تبارك الله عليك. وفيه البلوغوا وفيه الباج ديالو كيجي شفنا معدار شوف هذا كيفاش جا عرفتي بحال شي بوله شاعله مع هذا الصفيفر جا كيحمق وممكن تدخلوا حتى هذا الاوني هذا اللي كيجي مطفي لاباز ديالو اللي تقدروا ديروها بحال هكا
كيف ما خادمين هما هاد الزرق هادي لاباز ديال خادمينها في الماتلاسي، هاد البيض حتى هي ممكن تخدموها في الماتلاسي كتجي كتحمق. يلا لا جامو البارطاج ونتقلو لشكل واحد اخر. غنبقاو في المطروزه البنات، غنوريكم واحد الشكل ثاني في المطروز الروعه اللي كتبغي شي حاجه ما فيها لا موزونه لا والو، كيجي كله مطروز وفيه لوينات كيحمقوا غيكون فيه توا واحد التخفيض غزال. كنذكر دائما على البريمي شوا شي حاجه رائعه. غنوريه لكم، نوريه لهم حتى من اللور، بغيت نوري زعما هاكا كيفاش كيبان لكم. شوف هذا غير بالحرير وبالصم، ما فيها لا لي بايت لا والو، تمام. الشكل ديالو كيجي رائع. هذا في الفيغ او، هذا في الفيغ او، بقى عندنا غير الفيغ او هو اللي باقي فيه، بقى فيه. ما بقاش فيه بزاف شواف، فيه كميه محدوده محدوده اللي فيه. تبارك الله عليك. هذا بشحال كان تيدوز هذا؟ هذا كنا كنبيعوه ب 300 درهم. فوالا كندوزوه 300 320، بشحال كنا كندوزوه في الاول. اما دابا كنبقى عندنا غير هذا الفيغ او وفيه شي حاجه قليله اللي فيه، فهمتي؟ والفيغ او هو اللي لا طوندونس، هو لا طوندونس، هو لا طوندونس. كنشوف شحال من سيده كتمشي غير الفيغ او. شوفوا معايا، دخلوا معاه هذا الديزاين ديالو، مدخلين معاه هذا لاباز ديالو، مدخلين معاه هاد الدوغي جوج. تبارك الله عليك، هذا اللي كيمشي معاه وهاد الدوغي اللي كيفتحوا واحد شويه، اللي كيفتحوا شويه. تبارك الله عليك، شوفوا كيفاش كيجي داير. هانتوما هاد لاكولور هادي راه هي هادي، هانتوما شوفوا كيفاش جات معاه الكولور اللي داخله هنايا، راه هي هادي تماما، هي نفسها الصابل كتجي بحال الصابل، هو اللي كيخرجو. تبارك الله عليك، هانتوما هذا كي قلت لكم بقات فيه غير هاد لاكولور. فوالا كان 320 نورمالمون، دابا شحال غادي يبقى؟ 230 230 درهم البنات. غيبقى لكم في التخفيضات نهايه السنه اثواب راقيه جدا جدا، 230 درهم. السلام عليكم مره اخرى تبارك الله عليك. قلتي لي حتى هو هذا البروكر غيكون فيه واحد التخفيض زوين. غير الاشاره، بغيت نوريكم واحد اللون اللي ديما كان تيحمقني هو هذا النحاسي. عرفتي البروكر في النحاسي بالارضيه مغلوقه كتجي بحال انواغ غري، والنحاسي يا سلام طوب طوب طوب. فوالا شوفوا لا كولور اللي داروا معاه باش كتخرجوا، ممكن ديروا معاه حتى ماشي هذا الديلافي، داك الديلافي البريون شويه. الديلافي ضروري كتدخل فيها شي حاجه ديال الذهبي بحال هكا، وشحال كاين ديلافي في الغوص فوالا باش كتبهجوا شويه. ولكن راه كيجي خطير. شوفوا معايا، بغيت نوريكم الخديه مخيطه كيفاش كتجي دايره ديالو. ها انتم شوفوا كيفاش كتجي، واو كتجي فاس ورده. درنا هذه فاس كلها موتيف، وتقدر تخدمها باي موديل بغيتي. تبارك الله عليك، الى حسب الشيمه ديال الصالون. شوفوا معايا غير بداك المجدول جات، يا سلام كيجي فخم جدا جدا. وهادو غير الاشاره، من الاحسن تكون زريبيه ها نتوما بحال هاد لاكولور، تكون في الباج، في الباج تجي كتحمق. بالنسبه لهذا شحال كيبقى الثمن ديالو حتى هو؟ حتى هو غيدخل معنا في التخفيض. هذا الثمن ديالو غيبقى ب 150 درهم. 150 شحال كان هذا؟ هذا البوكي ديالو شي كيفاش داير؟ واعر شحال كان هذا؟ هادو كلهم كانوا، هاد لي بروكار اللي وريت كلهم اللي وراك الاخ يوسف كلهم كانوا في 200 220. تبارك الله عليك، دابا 150 150 درهم. دابا هاد لاكولوغ اللي زعما جريئه، غادي نتقلوا لواحد لاكولوغ عاوتاني اللي معشوقه ديال السيدات من مورا الفيغ او، كيعجبهم هاد لو بيج هذا، انا من العشاق ديالو. هادي فيها هاد ديزاين هكا، شوفوا مع هادي روميه. رومية. روميه شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، هاد ديال لي موتيف فوالا، كتجي البنات بحال كوفخي واحد شويه، كيجي خارج من الزواقه ديالها. اها كيجي هذا في لارجونتي، والثاني بالذهب. فوالا شوف لارجونتي ديالو، شوفوا كيفاش كيجي داير. شوفوا تيجي فن 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 فن. شوفوا معايا، شوفوا معايا بحال واحد الرماج في شكل، كاين الموتيف ديالو اللي جاي على هذا الشكل هكا. شوف لوزونش، واو. دابا هادو تقدر كلهم تخدمهم، تدخلهم في الصالون كلهم، اولا تختاري منهم واحد ولا جوج اللي بغيتي. فوالا كاين اللي تيلغي هذا وتيدير في بلاصتو السامبل ديال هذا، تيحيدو. اها كيدير هذا في، كيخدم هذا في ليكوسا. اها وكيخدم بالاني تبارك الله، باش يزيد يبان البروكار اكثر. فوالا ودابا وريني داك ديلافي اللي درتي معاهم اللي جا كيهبل معاهم. ديلافي ديالو ها هو، شوف شوف ديلافي اللي دار معاهم كي جا، شوف بحال شاعل الضو. شوفوا 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 لابغيونس، شوفوا لابغيونس ديالو، شوفوا لابغيونس كيجي واعر. هذا كيجيو البنات كاين اللي كيديروا في الديبارات، كاين اللي كيديروا غير في لي كوسان ديكوراتيف، كاين اللي كيديروا في الكالدوات، كيف ما بغيتو كيجي رائع. هادي راه فيها لا كولور الثانيه ديالها في الذهبي. فوالا هادي كتجي بحال ارجونتي قلتي لي شويه، هادي كيجي فيها هنايا الذهبي. شفتوا الناس كيفاش كتجي؟ كتجي دايره بحال كارتيه كيجي. شوف واعر صراحه. اها شوفوا الفاس الثاني، هادي دابا العبار ديال 90 ياك 85. فوالا شوفوا هاي اللي وراني اللي قلت لكم كوفخي، هادي كيف ما قلت لكم في هذاك الرماج بالدوغي. السامبل بعض المرات كيكون هنا السامبل بلاصه الكوفخي، كيكون هنا السامبل الموتيف وكيكون الفلاش. تبارك الله عليك، شفتوا هذا توا غادي يكون فيه واحد التخفيض نورمالمون. شحال كان هذا؟
هذا تا هو كان 220 وغيبقى ب 180. غيبقى ب 180 درهم ياك لي موتيف كاملين. لي موتيف كاملين. هذا 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 كل ما يبقى 180 درهم. حتى هذا. جاو في نفس الثمن ديال الديلافي. فوالا جاو نفس الثمن ديال الديلافي 180 درهم. والكري ديالو ها هو باش شوفي معايا الكري ديالو ها. عرفتي الكري ديالو حمقني ذاك الذهبي اللي درتي معاه. شوف هذا البنات لارجونتي ديالو فيه دينيونس ديال الذهبي. الارضيه كري. فوالا واللي عجبني هذا كي دخلتي معاه داك الصفر تجبدو خويا خليفه هذا الامبوس. هذا الامبوس ما بقاتش فيه شي حاجه كثيره ولكن راه زويون صراحه. نشوفوا كيفاش كيجي داير هذا الامبوس هكا بوحدو شي حاجه قليله. فوالا حيت هذا جا غزال معاه جا خرجو جا زوين ما الكري هذا جا خرجو. شوفوا معايا هذه الزواقه فوالا هي تبغي مثلا يكون الريدو ديالها بيج. فوالا الريدو يبغي يكون بيج حتى هو هذا غيبقاو 180 180 درهم في العوض ديال 220. وشوفوا معايا ثاني هذا المطروز رجعنا ليه هذا الشكل ثاني اللي كيجي غزال كيجي كيف ما كيبان لكم البوكي كله تيجي عامر تبارك الله. هذا البنات فيه الطرز وفيه الموزونه كيف ما كيبان لكم شو كتعطي واحد لو شارم غزال. وبالنسبه للموتيف الثاني ديالو هو هذا كيجي فيه واحد الرماج دائما بالطرز او بالموزونه او بيان سور راه كتدخلوا معاه نتوما السامبل. فوالا دي بالنسبه لهادو لي زارتيكل مخيطين. دابا نوريكم الثوب كيجي هو هذا شوف كيفاش كيجي داير هذا فيه البوكي ديالو فوالا اللي هو هذا شوف كيفاش كيجي داير البوكي ديالو اها وكاين الموتيف ديالو اللي هو هذا الموتيف ديالو وكاين الزواقه اللي الوسط شنو هي كاين السامبل ديالو اللي هو سامبل بحال هكا اها ما نلقوش معاه لا هذاك هذاك اللي مزوق شنو هو ماشي معاه هذا لا هذه مبرا ديجيتال كتخدم في الاكسسوار في الساعه شو كي جات هذه مبرا ديجيتال مبرا بروميان ديجيتال فوالا تي تخدم في السواق ديال هذه بغيتي تخدمها غير في بغيتي تخدمها في واحد في شي سيجور كتخدمها راسها كتخدمها غير بوحدها كتخدمها مع ليزيني تماما بغيتي لا غير ليزيني بغيتي تدخلها اكسسوار في شي صالون كتدخل في اكسسوار في الصالون تبارك الله عليك كيف جات جا غزال صراحه جا فن معاه وعاد بيان سور كيبان لكم هنايا كتقدر تدخل معاه حتى هاد الكولور دوغي كيدخل معاه واحد اللون بحال هكا تيجي طوب شفتو شويه فوالا شفتو كيفاش كيجي داير لا كولور الثانيه ديالو اللي هي انا غنوري لكم فيه شفنا فيه لو فيغ او دابا غنشوفوا فيه لو جون لو جون صفيفر ها هو هذا هو الرماج اللي قلت لكم شوفوا كيفاش كيجي داير غزال صراحه حتى هو اها وعاده فيه ديالو وفيه الايني جون ديالو وعاده كيدخلوا معاه الاكسسوار كاملين ديال الطوب مثلا ودخل معاه البيج دخل معاه كاملين كيجيو معاه زوين تبارك الله انا بنتي يدير معاه ماشي يدير معاه الكري دايرين معاه هذا الفيغ شتي كيف كري فيغ او فوالا ان كري فيغ او مفتوح هذا شتي كيفاش جا دخلنا معاه الفيغ او مفتوح تبارك الله جا غزال كاينين لوينات اخرين كيجيو كثر كيجي بحال هذا البيج طوب كيجي احسن من هذا البيج صح واخا معلقين الدراري هذا لاكولور هذا هذاك البيج طوب اللي حداني تقولوا حنا هذيك ديال اللي في البروكار اللي هو هذا هو هذا لاكولور بالضبط اللي كاينه في الاين هذه كيهضر على هذه فوالا راه جيت شو هذا البروكار اللي حداه حيت تقريبا في لا ميم كولور لا في نفس لي كولور فوالا غير غير هو غيكون اوني غيكون اوني شفتوا كيفاش جا هانتوما حيت فيه لي نيونس ديالو دابا هذا بشحال غادي يبقى بشحال كان بعدا شحال غيبقى هذا غيبقى ب 240 240 درهم شحال كان 280 العوض ديال 280 درهم غادي يبقى كيف ما قال لكم خويا خليفه ب 240 درهم يلا لا جامو البارطاج ومازال كاين واحد الجديد غزال غيبقاو معايا دابا البنات غادي ننتقلوا للجديد الجديد غادي يكون ان شاء الله في المطروز غنوريكم جوج ديال الشكيلات كاين الشكل الاول اللي هو هذا شوفوا معايا كيفاش كتجي ياك هذا هو هذه وحده من لي كولور وحده من لي كولور زرق شوفوا كيفاش كيجي هماوي هذا البنات فيه الموزونه خفيفه كتجي غير شيشات ديال الموزونه ما تيكونوش بزاف فوالا والاغلبيه كتجي كله كيف ما كيبان لكم مطروز باللوينات وهنا كتبان لكم الزواقه الثانيه بحال ستيل ديال فاندي كتجي بحال فيها الاف حتى هي كيبان لكم في اللوينات انا كنوريهم لكم مخيطين فوالا وهنا ها هو الثوب كيف ما كيبان لكم ها نتوما على كولور اللي شفتو معايا مخيطه فيها البنات حتى لو بيج ديالو ها هو لو بيج دائما كيجيو جوج ديال الشكيلات مطروزين وواحد كيبان لكم اوني هذا الفيغ او ديالو مدخلين معاه هما لو بوردو تيجي فريمون الحماق صافي تيجي تيحمق هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي داير غزال صراحه سورتو ملي كتبداو تلعبوا بالاونيات وهذا تيجي رائع فوالا هذا هو الفيغ او ياك اللي كان مخيط شوفوا ها هو مخيط شوفوا ها هو تشوفوا الغوز وهذا الخديه مخيطه انا بالبوردو كاين بزاف الافكار تقدري تدخلي معاه لو غوز البوردو الخضيضر الديلافيات والاونيات كاملين ممكن يمشيو معاه حيت هو كيجي بوكي ديال الوان شوفوا كيفاش كيجي داير ها
فوالا هذا الفيغ او البنات كيعطي بحال تادينيونس ديال الكري كيحمق ولو جون ديالو هو هذا فوالا وهذا الاصفر ديالو هذا الصفيفر هاد لي دوز ارتيكل اللي غنوريكم هاد الجديد هذا والجديد الاخر ما نقولوش البنات لي بري ديالو حيت كي قلت لكم هما جدادين فباش ما يكونش يعني مشكل هكا ما بين المحلات ان شاء الله غير تواصلوا مع خويا خليفه ولا خويا يوسف ولا الناس اللي غادي يجيو المحل غير الاشاره راه ما تيحلوش ما هي نهار الحد يعني الحد ربع عمر كلشي يكون سد يعني ملي غتجيو مع عندهم المحل ولا تدويو معاهم غتفاهموا معاهم غيدير لكم ثمن زوين خاص بمتابعي القناه يعني غيدير لكم واحد لابتيت جونتيه سيك اخويا خليفه حيت قلت لكم باقي جديد فما يقدروش يقولوا الثمن ديالو مخفض هنا في اليوتيوب بالنسبه لهذا لو موديل قلتي لي فيه اربعه الالوان اللي شفنا هذا هو اللون الرابع هذا هو اللون الرابع الصفر شوفوا الصفيفر ديالو كاين فيه الغوز ها فيه حتى الغوز يعني فيه خمسه الالوان الغوز ديالو هنا غيبان لك حتى مقلوب فيه لاسونس غيبان لك شويه مغلوق ولكن في الواجهه على برا كيبان كيبان مفتوح تماما ها انتم ها هو واللي عجبني شوفوا البنات شحال من لون اوني دخلوا معاه هذا الصابل ودخلوا معاه الزرق اللي بجوجهم كيجيو معاه ها انتما وهذه هي لارتيكل كيدخلوا كاع لي كولور اللي كاينين تما صراحه خطير وتا الملمس شي حاجه زوينه صراحه الانيت الغوز ديالو راه فوالا ها الانيت الغوز ديالو اللي بغيت ندخلوا معاه يعني عندكم لو شوا عندكم لو شوا تدخلوا معاه بزاف ديال الشكيلات بالنسبه للثمن ديالو هذا قلنا غادي يبقى باغ ميساج بريفي ياك وفيه كميه حيت بما انه جديد راه فيه كميه هذا موجود تبارك الله عليك انا النمره ديال خويا خليفه وخويا يوسف راه كلشي نوامر غنخليها لكم يعني في على الشاشه وفي صندوق الوصف باش اللي بغى تعرف الثمن كي قلت لكم غتكون فيه واحد لابتيت جونتياس ننتقلوا الموديل الثاني اللي قلت لكم تا هو ما نقولوش فيه الثمن ديالو هذا كيجي ماطلاسي مخيط منه ياك من الاول ديجا كيجي هو ماطلاسي شوفوا كيفاش كيجي داير في واحد لافينيسيون زوينه بزاف انا غنوريكم صراحه روعه القاعده كيف ما كيبان لكم كنوريكم حنا لو بيج الماطلاسي ديالو شوفوا كيفاش كيجي داير فوالا شوفوا كيفاش كيجي مطروز هكا كيجي بلاموس يعني ديك لاموس وداك الشيء نورمالمون كيفاش كتاخذي الثوب وكتقاديه هو نورمالمون خارج بحال هكا من الشركه كيخرج ديريكت هكا من بيكي فوالا شفتوا غزال فيه اللوينات روعه شوفوا اللوينات اللي فيه هذا لو بيج فيه لوينات اخرين غنوريهم لكم لارتيكل الاول ديالو فيه الثاني الموتيف ديالو بحال هكا فوالا الموتيف الاول والفلوري ديالو جاي على هذا الشكل هكا فوالا الفلوري ديالو كيجي عادي ولا كيجي ماطلاسي حتى هو لا كيجي عادي كيجي عادي فوالا شوفوا كيفاش كيجي داير شوفوا تبارك الله هانتوما غزال صراحة هانتوما فوالا شوفوا كيفاش كيجي فوالا وهذا انا غنوريه لكم ياك هذا تقريبا هو هذا مخيط لا هذاك الطوب ديالو الطوب ديالو بان لي مفتوح وهذاك الطوب هذا البيج شفتوا هذا الطوب ديالو مخيط هذا البيج ديالو ها هو مخيط هنا فوالا وحدايا ومشيت انا لهيه شوف ها هو شفتوا البنات كيفاش كيجي داير ديالو اها وها الكوسان ديالها فوالا هذا لي كوسان ديكوراتيف شفتوا كيفاش كيجي داير وكتدخلوا معاه كي قلت لكم الاونيات راه هو الاوني ديالو مثلا تقدروا ديروا معاه مثلا دوك لي ديلافيل تيكونوا سامبل ما فيهمش لي موتيف يعني كبارين فوالا وهذا كي قلت لكم هو الطوب لاكولور الطوب ديالو الثانيه تجي بحال مغلوقه شويه على البيج كتجي فونسي شويه على البيج بالنسبه اللي كيخاف شويه على البيج من الوسخ تماما هذا شوفوا الخياطه كيفاش دايره هنايا واللولة دايرينها غير بالمجدول اللولة غير بالمجدول عاديه هانتوما مدخلين فيها السيل حقا كتجي زوينه هادي فيها مجدول وكريط فوالا هذا كيتسمى الكريط هذا اللي كيجي في الجناب تبارك الله عليك واللور فوالا اللور درتيه سامبل بالنسبه للاكولور الثانيه ديال التاتو ديالو هادي 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 هذا هادي هذا الاخضر ياك واعر واعر ما عمرني ما عشقت شي اخضر ملكي بحال كيعشقت هذا حيت هو بحال اخضر ملكي بحال فيغ كانغ بحال ياك داخل فيه واحد اللون في الشكل البنات روعه هذا تا هو راه فيه كيف ما قلت لكم غير شيشات خفافين بالموزونه ماشي بزاف هانتوما هذا بالنسبه للبتي كوسا الكالدو عفوا وهذه الخديه شوفوا تا بالنسبه للكالدو داروا على جوج وكاين لي زيني كاملين كاع هاد اللوانات ولكن هادي جات زوينه بحال فتحاتو هادي هي اللي كتفتحو تماما كيدخل هادي وكيدخل الديلافي وكاين اللي تيبغي يخلي السامبل ديال الطلميط في الخضر ديالو فوالا ومن اللور كيفاش درتي لهاد الكوسه من اللور ديالو جات هكا كامله جا غزال جا فن حتى هو بالنسبه للخديه ديالو راه جات هكا فوالا دائما بالمجدول لافاس الاخرى النص فيها ماطلاسي والنص سامبل اللي بغيتي تخدم بالكالون بغيتي بلا كالون كتبقى سامبل كاع احسن تبارك الله عليك شو نعاودو نشوفها من القدام يا خليفه ها انتوما شوفوا كيفاش كتجي دايره قلت لكم كيتلون هو لون كيتلون
شتو بارك الله عليك غزال صراحه. كي قلت لكم الاثمنه باغ ميساج بريفي لان هاد التويبات تيكونوا جدادين، فباش هما ما يوقعوش يعني في يعني في مشكل هكا مع المحلات، من الاحسن ان شاء الله غير تواصلوا معاهم لجو المحل غيكون عندكم بخي خاص لكم. بالنسبه لهاد اللوان الجوج اللي وريتكم هذا هما البنات شتو بالماطلاسي ديالو بالايني، وراه كاين الفيغ الفوق هما شتو كيفاش كيبانوا. حنا ورينا لكم مخيطين بانوا حسن، من بعد غنشوفوا الازرق، ازرق ملكي شتو. شوفوا الازرق ملكي بالدوغي، ممكن دو مع الدوغي. هاد ديلافي اللي قلت لكم قبيله شتوها هما اللي داروا معاه مع هنايا، هاد راه ممكن دير مع هاد ديلافي. هذا تيجيو فيه لي موتيف صغارين ماشي بحال هذا، كنقول لكم ديلافي حيت كاين لي موتيف كبار، هذا تيجي فيه الموتيف صغير يعني تيبان بلو ديسكري وتعطي ديك لا بريونس وديك الشعله هكا للصالون. فوالا شوف كيفاش كيجي داير، بارك الله عليك. ممكن يمشي معاه، شوف واش عندي الحق، حتى هذاك الصفيفر اللي وريتي لي قبيله، هذاك اللي كيجي في لا ديكوراسيون جديد حتى هو ممكن يمشي معاه. الفلاشي لك حتى فوالا شتو كيفاش كيجي، اللي كيدخل هذا الغوج بغيك تماما، امارون غوج بغيك، فيه لو غري، فيه الطوب، فيه فوالا. وفيه البنات كيف ما كيبان لكم الموزونه والطرز روعه. بعدو شحال فيه قلنا دابا من اللون؟ اربعه اللوان اللي شفنا دابا، اربعه اللوان، فيه البيج وفيه الطوب وفيه الخضر وفيه البلو. فوالا اربعه ديال اللوينات كيف ما قلت لكم الثمن باغ ميساج بريفي، لانه واحد ديزاين اللي باقي جديد، تواصلوا معاه وغتكون ان شاء الله واحد لابتيت جونتياس خاصه لمتابعي القناه. ضروري البنات ما نوريكم حتى لي غيدو، يعني جينا المحل وريتكم الطليمطات وهذا، نوريكم حتى لي غيدو. شوفوا معايا هذا كيجي بحال ستيل ديال ميغوار، ستيل فينتيج كيجي غزال. هذا توا البنات ب بيزستراس كيف ما كيبان لكم، شوفوا كيفاش كيجي داير هانتوما غزال. تول هذا تول فروديزون فوالا، تول مطروز كيجي غزال. كاين هذا بالنسبه للشكل الاول، ها الشكل الاول، وكاين هذا الشكل اختي هنا، ها هو. غنوريكم حتى اللي بغات شي حاجه سامبل غنوريها لكم. كاين حتى هذا فوالا، شوفوا كيفاش كيجي داير. هذا البنات بلي بيرل ولي ستراس بجوج، فيهم البيرلاج ولي ستراس فوالا. هذا بالنسبه للشكل الثاني. كاين البنات حتى هذا لو موديل دائما في التول اللي كيجي مطروز، غير اشاره الثمن ديالو راه 180 درهم للمتر، كيديروا 180. هذا اللور ديالو وريني القدام اخويا خليك، ها الزواقه، اه فوالا هي هذا فينيسي ديالها. شوف كيفاش كتجي دايره، هادو 180 درهم، 180 درهم فوالا. وثاني غنشوفوا هذوك الاخرين، اه شوفوا اللي فوق ديالهم، اه فوالا اللي كيجي. وكاين كاع السيدات اللي كديروا هو بوحدو، غنوريكم يعني كاين بزاف ديال لو شوا. فوالا هذا بحال اللي عندي انا دايره نيت في لي بانو ياك، فن هذا كيمشي لك مع اي تول، اه هو كيمشي لك مع اي لون دخلتي، ما كتبقايش ملي كديروا هاد ملي كديري هاد اللوينات البازيك. فوالا فوالا قديتي بحال الخاميه، يعني شوف كيفاش كيدير ليه، عرفتي كيجي في لي بانو كيعطي، كيجي هماوي، تيجي فن، واحد اللمسه. هاد لاكولور هادي البنات، في الطوب هادي كتستعملها اغلبيه كنستعملوها لبيوت الناس، كتجي زوينه. هذا بحال ستيل جوغينوي، بحال لا كيخليش الضو يدخل، لا ما كيخليش الضو يدخل فوالا شتو. اها هذا بحال البيج طوب، اها كاين هذا تيبقى حتى هو في لي صالون، حيت فاتح اي حاجه فاتحه كنديروها في لي صالون. شوفوا كيفاش كيجي داير زين. هذا تا هو شحال لو بري ديالو؟ هذا اش كيتسمى بعد؟ عنده شي سميه؟ عنده شي سميه باش الناس ما يعرفوش. تيسيت لاسوا فوالا، التوب ديال لاسوا ديال الحرير بروكار. وبالنسبه للثمن تا هو كيبقى ب 180 درهم للمتر فوالا. كاين ثاني واحد اللي هي بان لي داك اللي في القنت، تا هو زويون. كاين هذاك تا هو كيجي زوين، هذا بقى فيه تقريبا شي جوج لي كولور، باقي فيه هذا وباقي فيه الباج ديالو فوالا. هذا بحال هذا بحال غري توب، غري توب البنات بديك اللمسه كيف ما كيبان لكم هنايا. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي داير، وفيه لو بيج، شوفوا زواقته كيفاش دايره منه، كيجي كله بحال ما عرفش. هذا راه سي كيعطي حتى واحد لينيونس ديال فيغ او ياك، كيجي واعر هذا غزال. حتى هكا صالونات روميين راه يجي فيهم زوينين، صالون رومي كيجي في لي ريدو فاك، كيجي واعر صراحه. حتى هو لو ميم بخي 180، 180 حتى هو كيبقى بالثمن ديال 180 درهم. البنات بغيت غنوريكم الطريق بالنسبه للناس، غير نبعث لكم المحل. هي هذه قصريه بناني، شفتوا هي هذه قصريه بناني، كاينه في درب عمر، كتدخلوا معاها كتبقاو جايين طول 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 طول. وهذا المحل، ها هي افريشه خليفه ويوسف، ها هي افريشه خليفه ويوسف. كي قلت لكم كيحلوا طوال ايام الاسبوع، كيسدوا فقط غير يوم الاحد
واي حاجه عجبتكم راه كيديروا الارسال في كازا في جميع مدن المغرب وحتى خارج المغرب، وكيتكلفوا لي كيف ما قلت لكم بكل شيء. يعني بغيتوا هكا تويبات، بغيتوا تخيطوهم، بغيتوا البونج، بغيتوا العود. الناس اللي ما عارفينش يمشي منين ياخذوا الزربيه التريه لا ديكوراسيون دوك الايات القرانيه ديما السيدات كيسولوني كل شيء تكلف لكم به. خويا خليفه اللي مره اخرى كنشكره، مرحبا والف مرحبا. الله يحفظك لي يا خويا شريفه ديالك يا اخت منى، شكرا لك، شكرا على التخفيضات اللي درتي لينا. واي حاجه حتى شي واحد ما صعب عليه شي حاجه، لا تبارك الله عليك. شوف انت ولات السمعه تاعك سابقك، معامله كيفاش كتعطي الخاطر خير، والله ما تنبغي غير الخير للناس تبارك الله عليك. يدي فراش مقاد وفي واحد الشوفه زوينه وما يخسرش شي حاجه، وفي الاخر ما صادق والو راح شي العبره بالنهايات كيفاش الصالون كيتحط. فوالا تقاد في الثمن اوكي، ولكن باش تبدل لا كاليتي ديال الثوب راه كاين الفرق، كاين الفرق تماما. وتا حتى بالنسبه للخياطه تنقول الخياطه وديك الجرجيره من هنا فوالا. فشكرا لك مره اخرى، مرحبا بك، الله يحفظك ليا. وشكرا لخويا يوسف حتى هو وراء الكواليس. وشكرا لكم متابعي القناه حتى نتوما على حسن المتابعه ديالكم. كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم وعجبوكم لي زارتيكل اللي قدمنا لكم. دائما غير لاجام لاجام والبارطاج، الارقام راه دائما غادي تلقاوها على الشاشه. غادي نقول لكم بسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديده.